مشاهدي الدار البيضاء، احييكم اعزائي محبي برنامج شارع المواهب لمتابعه حلقه اخرى، خليكم معايا. حميتو فيا بجوج، انت وسمر اللون، انت وسمر اللون، وبرد وسخون يا هوا، برد وسخون، حميتو فيا بجوج، انت وسمر اللون، انت وسمر اللون، وهوا ويا هوا هاد النار، قويا مجهده هاد النار، قويا مجهده. ولا تبطر بيا وبلاتي نولف بعدا، بلاتي نولف بعدا، وخلي حر شواقي مرات هدو مرات هب علي يا رياح ولا سهرتي. برافو برافو برافو، شكرا حبيبه. باغا تقولي شي كلمه شي حاجه؟ امي اول حاجه تنشكرك بزاف وتشرفت بكم، وكنتمنى اي واحد محتاج انه يبرز الموهبه ديالو يلقى اللي يدعمو بحالكم، يجي شارع الماء بزاف يقلب عليا يدور في الزناق يلقاني. مشرفه بك انت حبيبه، شكرا بزاف وسمحي لي بزاف، نهارك مبروك وسمحي لي الا ديرونجيتك شويه. يلا باي باي، سلامه. عندكم شي موهبه؟ بحال كندير الجري، السباحه، كره، اباغيتش على زعما شي حاجه. كيعجبك الغناء مثلا؟ التمثيل؟ كوميديا؟ شي نكته في الصباح؟ عطيني دابا والله الا مشيت ما غاداش. قلتي قفرتيها، عطيني شي نكته باش يجي عندي النهار زوين. واحد كان غادي في الطريق، غادي في الطريق ولقى صندوق ديال الفلوس ويديها لمرتو، قال لها شو لقيت؟ حل بهكذاك مرتو شافته وهي تسخف ماتت. يلا الله باش كيجي الخير كيجي خطرة واحدة. شكرا بزاف، ربي يخليك، شي بحال صاحبك ولا والو. بارك الله فيك اخويا، شكرا، سمحوا لي، نهاركم مبروك، الله يعاونكم. السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة بزاف تيفي وكذلك برنامج شارع المواهب. أول حاجة نتعرف الأسامي ديالكم. أشرف أخشي. أشرف. هاجر أخشي. هاجر. زهير. زهير، مشرفين. برنامج شارع المواهب فايت لكم فرجين فيه؟ فإلا عندكم شي موهبة وبالأخير كذلك كتكون لجنة اللي كتختار المسرح كتعرفي تمثلي؟ فاش دايره؟ عطيني شي غول. ما تحشميش الممثل، شوفي الممثل لا ما كاينش على غفله، الممثل اي دور ممكن يلعبو. اعطيني دور انك فرحانه مثلا، سمعتي شي خبر مفرح وبغيتي تمثلي لنا هذا الدور هذا، او لا كاعيه شي حاجه ما عجباكش، اي حاجه كتمثلي مثلا كتقلدي شي واحد. حيت تفايشة أنا دايرة المسرح ومنين دخلت السونتر مبقاش مدة مبقاش درتو. ماشي مشكل، عطينا حنا غير شي حاجة صغيرة. جاتك شي حاجة وفرحتي بزاف، شي واحد عيط لك بشي خبر مفرح، وعطيني لا رياكسيون ديالك وأنت فرحانة. مثلي هي. شي حاجة فرحانة. جاني خبر بحال القرعة ديال امريكا حيت تعالي. برافو. السلام عليكم. وي واش بصح؟ ماما جاتني القرعة ديال امريكا واخيرا جاتني الفرصة باش نمشي لامريكا نشوف خالتي ومن تما نكمل قرايتي تما وناخذ شي حاجة كبيرة. صافي خديتي، شو خديتي كلشي من هنايا. انا غنمشي لامريكا ان شاء الله. عيطي لماما قول لها راه كنمثل غطيخ. شكرا بزاف. سلام.
الو السلام عليكم. سلام سلام اجي. لا نداء لمن تنادي. حاج سلام 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 لاباس بخير؟ لاباس مرحبا بك في قناة بزاف تي في ومرحبا بك في برنامج الشريعة. شكرا اختي شكرا. صفو بالاسم كامل عمرو الحسين. شرفينا السي حسين. نشرح لك البرنامج ديالنا، لربما تكون عندك شي موهبة وخازنها تكون هاد عمرك كامل وما عارفش الموهبة هذه، حتى اليوم أنا جيت وغنكتشف إن شاء الله. برنامج شريع المواهب وبرنامج ترفيهي وتهتم بالناس اللي هي عندها مواهب وما تعطاتهاش ممكن فرص باش تبرز هذه المواهب هذه وتبينها، لا سواء في الغناء ولا في التمثيل أو لا في الشعر، الزجل، الإخراج، أي حاجة. إحنا تنحاولوا نساعدوا هاد الناس ونبينوها ونخليوها تبان تعرف. فإذا كان عندك سيدي شي حاجة شي شعر ممكن تكون عندك شي موهبة. لا كتغنيش؟ لا. شي حاجة مغربية من التراث ديالنا كتعجبك؟ القديم اللي كان ما كانش دابا القديم ماشي هو دابا الجديد. والو ما الجديد بوحدو حنا عندنا حنا كنك شي التراث الشعبي قديم. التراث الشعبي حافظ شي حاجة تعطينا؟ مشي هذاك الشيء مشى ويلي. علاش؟ مشى مع الزمان ومع الوقت مع المدام والوليدة ويلي. نقص هيات 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 هذه راه زوينه في الشعر ندخلها. عطيني شي فعلا. المهم كنشكركم على هذا الاستقبال هذا. كنشكرك بزاف وسمح لي سمح لي يا سيدي ودعي شي دعيوه معايا. اعانكم الله يا ربي امين. شكرا الله يعاونك. حسين يا حسين.